ضاقت ولما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. هذا لسان حال الساسة ومتابعي السياسة من أزمة تجاوزت عاما كاملا كانت الأخطر على العراق، وبلغة الأرقام هاي الأزمة كانت الأصعب الأشد وكادت تأخذ البلد إلى حافة الانهيار لولا أن لطف الله. انجلت الغبرة من هذه الأزمة السياسية بوصول عبد اللطيف رشيد رئيسا للجمهورية، وهو القيادي المخضرم في الاتحاد الوطني الكردستاني. رشيد مضى بالجولة الثانية بالمنافسة مع دكتور برهم صالح اللي كان أول المهنئين للسيد رشيد على فوزه، وهاي المرة الأولى اللي يتنافسون بيها شخصين من حزب واحد على منصب معين، ويجوز حتى ما صايرة بالعالم كله، بس عندنا أكيد كل شيء جائز، وإذا كنا نستفيد من تجارب الآخرين فممكن الآخرين أيضا أن يستفيدون من تجاربنا، ليش لا؟ التعليقات على الفيس هي تعليقات كثيرة منذ تشكيل الحكومة أو منذ الجلسة إلى اليوم. إحنا شعب كله مهتم بالسياسة ومآلاتها، لأن بصراحة مصالحنا ومستقبل أبنائنا واقف عليها، وهذا يرجع إلى تراجع دور المؤسسات اللي تحمي النظام السياسي. من هاي التعليقات الكثيرة أكو تعليق ورد لأحدهم يقول هالمرة احنا امام حكومة المهندسين، رئيس الجمهورية مهندس، رئيس الوزراء مهندس، رئيس البرلمان مهندس، كلهم مهندسين على اختلاف التخصص والدورات. يعني نريد من هاي الحكومة خدمة تعالج الواقع الخدمي في بغداد وباقي المحافظات. هم مهندسين وهم سياسيين، وعلى قولتهم من بين ما ملتي غرفتي. السيد الصدر اليوم قطع الشك باليقين، أغلب قادة الإطار تحدثوا عن أبواب مشرعة أمام الأخوة الصدريين للحصول على استحقاق في الحكومة، مساويا طبعا لعدد مقاعدهم من 73. ويبدو أن هذا العرض أو العرض حرك شيئا ما، والدليل أن سيد الصدر تحدث في التغريدة عن أناس سال لعابهم، لكنه قطع نزاع القوم بأنه لن يشترك، وكل من يشترك في هاي الحكومة القادمة لا يمثل آل الصدر بحسب التغريدة. طبعا سابع الرؤساء بعد 2003 وهو محمد الشياع السوداني، سبقه للمنصب علاوي والجعفري والمالكي والعبادي وعبد المهدي والكاظمي، يعول على برنامج حكومي مقتضب محدد وباتجاه واحد. يعني ماكو انشاء هواية، لو ابيض هالمرة لو اسود. وصول السوداني ولطيف ابدا ما كان وصول سلس او سهل، لقاءات واجتماعات ووفود رايحة وفود جاية ايضا، وحتى الطيارات راحت واجت، ولو عدها لسان كان صاحت الغيف، وما مشت الامور وفق مخطط أصحابها. حسومات اللحظة الأخيرة كانت فاعلة إلى حد كبير. اليوم أحد قيادات الاتحاد قال منصب الرئيس استحقاق المكون، ولا يمكن لليكتي أن يتنازل عن حقه في الاستحقاق الحكومي. هذا هو المعلن مشاهدينا في حلقة اليوم، أما غير المعلن فهو غير المعلن. في حلقة هذا اليوم في هاي المرحلة سيعاد العمل بقرار المحكمة الاتحادية في وقت سابق ببطلان إلغاء مناصب نائب رئيس الجمهورية، حتى المعلومة تكون واضحة لكم أكثر. بزمن العبادي ومن ضمن الإصلاحات وقتها ألغي منصب نواب رئيس الوزراء ومناصب نواب رئيس الجمهورية، وبالطعن المقدم وقتها من النجيفي أيدت المحكمة إلغاء نواب رئيس الوزراء ورفضت إلغاء منصب رئيس الجمهورية، لأن هذا هو نص دستوري يدعم المنصب
وغير المعلن في هذا الخصوص هو أن نواب الرئيس، أقصد رئيس الجمهورية، راح يكونون اثنين، واحد من الإطار التنسيقي وواحد من السيادة. غير المعلن أيضا السوداني ما راح يكون معني بلجان التفاوض، يعني تقسيم الوزارات بين الكتل، يا وزارة للكرد ويا هي للسنة ويا هي للشيعة، السوداني ما راح يكون معني بهاي التفاصيل. السوداني راح يطالب بخمس مرشحين لكل وزارة، وهو اللي يختار منه الأفضل بيهم. واشترط أيضا الرجل أن يكون له حق الرفض وإمكانية ترشيح آخرين بعد مقابلة فريق الخاص لهم. غير المعلن أيضا أن السوداني يتمسك بترشيح ثلاثة وزراء من قبله شخصيا للوزارات التالية: الصحة والكهرباء والإعمار، يكون هو مسؤول عليهم بالدرجة الأساس، وهاي الوزارات هي أكيد العمود الفقري اللي راح يكون لبرنامج الحكومة. نشوفكم بعد الفاصل. حياكم الله ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، وحلقة جديدة من برنامج غير معلن. ضيوف حلقة هذا اليوم كل من الشيخ محمد الصيهود نائب عن دولة القانون، وكذلك السيد علي الفيلي قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني. ورحب بضيفي الكريمين، وخلي أبدوياك شيخ محمد. حياك الله شيخ ومرحبا بحضرتك. أنا وأقرأ بالأشياء غير المعلنة شفتك تدون بالقلم، شنو اللي كتبته؟ إلى علاقة باللي قلناه غير المعلن شيخ محمد؟ تفضل. شكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني لا شك أنه المرحلة مهمة جدا. نعم. والأحداث هي الأخرى متسارعة متسارعة باتجاه الإسراع في تشكيل حكومة الخدمة التي ينتظرها العراق والذي ينتظرها الشعب العراقي بفارغ الصبر. طيب. طبعا بعد التركة الثقيلة التي خلفتها حكومة الكاظمي في جميع المجالات، سيما الخدمات المتردية جدا جدا جدا، وهي تنتظر حكومة الخدمة. وبالتأكيد عندما تكون هذه التركة ثقيلة يقابلها أن الحكومة يجب أن تكون على مستوى عالي جدا. طيب. بوزرائها من الكفاءة والمهنية والنزاهة، لكي تستطيع أن تكون بمستوى التحديات وبمستوى آمال وتطلعات الشعب العراقي. طيب. وهذا ما ذهب إليه رئيس الوزراء في اختياره للوزارة، لكابينته الوزارية، وطالب القوى السياسية أن تتعاون معه في هذا المجال. زين. عندما تقدم الوزراء يجب أن يكونوا بهذا المستوى، وله حق الرفض والقبول بعد أن يعني يلتقي بالوزراء المقدمين من قبل إلى حد هاي اللحظة شيخ محمد. مع الحفاظ التقى بأحد عرضت بعض الكتل عليه وزرائهم حتى يشوفهم يلتقي بيهم؟ منو الفريق الخاص للشيخ للسيد الشياع اللي يختاروا اياه؟ اعتقد يعني انا اعتقد انه في هذا المجال تشكلت لجان عديده، لجان من الاطار ولجان من باقي القوى. طيب. وهناك ايضا لجان مشتركه تنظر في سيفياتهم ثم تلتقي بهم. ولكن الشيء من المؤكد جدا انه سوف لن نستغرق الشهر في تقديم الكابينة الوزارية، يعني ربما يعني أقل، في تقديري ربما أقل من 10 أيام سيقدم رئيس الوزراء كابينته إلى مجلس النواب. من الفريق الخاص اللي يقابل ويا السيد الشياع ويختار من بين الأسماء اللي تقدم له؟ يعني
بالتأكيد من قبله البعض ومن قبل الكتل السياسية البعض الآخر ليشكلوا فريق واحد لمقابلة طيب. الشخصيات المقدمة لكابينته الوزارية. نعم. يعني متحفظ شيخ محمد، لكن ما يخالف بعدنا بداية الحلقة ألحق أطلع بمعلومة من عندك بالجزء الآخر من نرجع لك. خليني أروح لعد للسيد الفيلي. سيد علي، تحية لحضرتك ومرحبا بك. يعني أنا أسأل أن هنالك لغط ربما أو ضبابية حصلت في قضية السيد لطيف، أنت احسم لي إياها. يعني هل أستطيع أن أحسب السيد لطيف على الديمقراطي، على الاتحاد، أم هو شخصية مستقلة الحالة؟ نعم، تحية لك أستاذ عياد ولضيفك الكريم الشيخ محمد ولمشاهدين قناتكم الموقرة أينما كانوا. بالحقيقة هذا استحقاق رئيس الجمهورية واستحقاق المكون الكردي لا شك، ونستطيع أن نقول بأنه السيد عبد اللطيف جمال رشيد هو من يمثل هذا المكون في هذا المنصب الحساس وهو رئيس جمهورية العراق. هذا ليس مهم بالنسبة لنا، هو قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، لكن عندما تم ترشيحه ورشح نفسه وقبل فترة قال أنا مرشح كمستقل وليس من قبل الاتحاد، وخير دليل على ذلك هو الاتحاد تخلى عنه عند التصويت وقاتل على الدكتور برهم صالح، وهذا غير بعض يعتقد هذه كانت مناورة سيد علي. قضية انه كل الاتحاد عد صوت البرهم، لا اصلا هو كانت النية لمضي بالعملية لتقديم رئيس الجمهورية وتكليفة لترضية الديمقراطي، صارت هاي خل اسميها المناورة، ما اقول عنها لعبة، لكن ترى الاتحاد مو معناتها ضد لطيف. واحنا راضين بهاي، يعني ما زال احنا شو اسمه يعني بين إيه، بس انا اريد اوصل الى نتيجه سليمه تجاه العمليه السياسيه. اليوم السيد لطيف يعتبر هو يمثل الاتحاد، احنا راضين بهذا التمثيل، يمثل الكرد واحنا راضين بهذا التمثيل. مو هذا التمثيل يا سيد علي، بعدين يرجع عليكم شلون اليوم اذا اعتبرتوه مستقل اذا لا تزال حصة الاتحاد الوطني على حالة، يعني باتم اللي يقعدون ياكم يتفاسخون على المناصب على الوزارات، فبالتالي راح يقول لك احنا لنا وزارات اكثر من المقرر، يعني لا تحسبون الحصة مال السيد رئيس الجمهورية علينا، وهذه تدخل بيها تفاصيل، فليش احنا نخليها عائمة؟ لا خلي اقول لك فشي، احنا من كنا في تحالف انقاذ وطن كان على اساس حكومة اغلبية، هسه اليوم حكومة توافقية. هسه واحد يسأل يقول زين شلون من الأغلبية جاتوا على التوافقية؟ التوافقية مو كلها، يعني التوافقية مو بمعنى سلبي. سيد توافقية علي. هو كان السيادة، اسمعني كان السيادة والديمقراطي والسيد الصدر، اليوم الإطار والسيادة والديمقراطي هي نفسها، يعني شنو الاختلاف بيها؟ ما يخالف التسمية هاي حكومة توافقية، لكن على أي شيء يتوافقون؟ يتوافقون على بناء الوطن وخدمة المواطن وإنقاذ الوطن من هذا المأزق السياسي. هذا التوافق جيد، هذا التوافق هذا غير مذموم، لكن إحنا إذا نتوافق على تقاسم المغانم، هذا التوافق اللي المواطن العراقي أصبح من يجيب اسم توافق يعني يشمئز من هذا المصطلح. طيب. لأنه رأسا يبادر إلى ذهنه توافق على تقاسم المغانم و يا سيدي بعد مشكلتنا فقط بالتسمية، احنا نعبرها قضية يعني التسمية مو مشكلة، لكن هو واقع الحال واحد. توافقنا لا مو واحد، شلون واحد يا استاذ عياد، شلون واحد؟ يعني النية انت مالتك اذا جاي تحصل شيء لحزبك ولشخصك وبعض الاشخاص، ونيتك اذا جاي تتوافق على خدمة المواطن وبناء الوطن وخروج بالعملية السياسية من هذا المأزق، هذا يختلف شلون؟ طيب شلون هو واحد يعني؟ فهسه ما ادري والله اذا واحد، ما معناته اذا ما زلنا الى هذه اللحظة على هالاساس
ايه تفضل اكمل. على الاساس انا بنظري المناصب غير مهمة عندنا، واني هذا قلت سابقا، وحتى من قلت يعني طيب. احنا فلا بره ما يصير رئيس جمهورية طيب. ممكن كثيرين اشكلوا علي يعني، لكن بناء أنا على هذه اللغة العالية الدبلوماسية اللي تحدث بها حضرتك، يعني استطيع ان اجزم انه ما راح ندخل في مشكلة مرة اخرى ما بين الاتحاد والديمقراطي على موضوع التوزيع المناصب. الديمقراطي زاهد من الان بكل شيء وما عنده مشكلة. لا انا أنا أكد أستاذ عياد وأكد على كلام الشيخ تفضل بيه، قال السيد محمد الشيع السوداني هو منذ فترة يعني منكب على تشكيلته الوزارية، وأنا أعتقد ما راح يصير أي مشكلة قبل المدة الدستورية الحكومة راح تمرر، لأنه خلي نعتبر يعني قلت لك جسور الثقة اللي تهدمت بين الطبقة السياسية والمواطن العراقي على الطبقة السياسية واضح تعي يعني وتأخذ الدروس والعبر من الماضي ولا واضح. تتصارع وتتكالب على المناصب، خلي يتنافسون على الخدمة خدمة المواطن. طيب خلينا نرجع للشيخ محمد. الشيخ محمد يعني تحديات تشكيل الحكومة أسهل من تحديات التكليف اللي شفناها وطولت فترة كبيرة أم لا العكس صحيح؟ بديت فقط أعقب على موضوع يعني انتخاب رئيس الجمهورية. أنا أعتقد في انتخاب رئيس الجمهورية سيناريو جديد، يعني إحنا عندنا مرة يتفق الحزبان الكرديان على مرشح واحد، ومرة أخرى اللي هو سيناريو 2018 إنه كل حزب جاء بمرشح وحسم الموضوع مجلس النواب. طيب في هذه المرة في هذه الدورة اختلف تماما، يعني بعد ان كان كل حزب يعني متمسك بمرشحه بعد انسحاب او بعد قرار الحزب الديمقراطي بسحب مرشحه اصبح وتمسك الاتحاد الوطني بمرشحه برهم صالح، فسيناريو جديد حسمه مجلس النواب باختيار وانتخاب عبد اللطيف، وهذا سيناريو جديد. اليوم أنا أقرأ للاتحاد الوطني يقول بأنه عبد اللطيف غير محسوب علينا وبالتالي يجب أن نأخذ حصتنا كاملة. أنا هذا اليوم اللي كل احنا سمعنا فإذا يعني في هذا تمام، فإذا في هذا الموضوع يعني ربما راح تكون هناك مشكلة. أنا أعتقد أنه من وجهة نظري أن يعتبرون عبد اللطيف هو مرشح الحزبين، مرشح التحالف الكردستاني، وعند ذاك يتقاسم المناصب فيما بينهما الوزارات اللي هم اعتقد 5 أو 6 وزارات طيب للكرد. ارجع السؤال، راح يكون التشكيل الحكومة اسهل من مرحلة التكليف اللي مرينا بيها؟ يعني حضرتك شفت وواكبت من الانتخابات والى حد الان ومرور سنة تقريبا، نعم يعني مخاض عسير جدا وتحديات خطيرة وتدخلات كانت دولية مرة تدعم مرة تعيق، فسيناريوهات طرحت، مشاريع طرحت، رؤى وأفكار طرحت، فكان الموضوع معقد كثيرا. وحقيقة يعني أستطيع أن أقول مرحلة جديدة، يعني بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء، يعني الاتفاق اللي حصل داخل الإطار التنسيقي على مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددا يعني كان من السهولة بمكان بعد أن يعني مرة طرح الجيل الأول ومرة طرح الجيل الثاني ونختار من الجيل الأول وروح الجيل الثاني، ولكن بعدين كل الكتل السياسية المنضوية تحت الإطار التنسيقي اتفقت على المرشح أستاذ محمد الشياع السوداني وأصبحوا داعمين له. يعني أنا يعني على مقربة من يعني أغلب الكتل السياسية جميعها تطالب بدعم المرشح في موضوع اختياره لرئيس الوزراء، على اعتبار أنه تحديات المرحلة القادمة خطيرة جدا
في خصوص الخدمات والمستوى يعني بعد المعاش ما عندنا شيء اسمه رئيس وزراء والله ما خلونا اشتغل والله ما كان عندي كتلة وتدعمني وكذا. هالمرة يتحمل كامل المسؤولية السيد الشياع والكتل السياسية هي الأخرى فيما الكتل لو خولته تتحمل المسؤولية فوضت الكتل بأن هو يختار وزراء بعد ايش تحمل وياه؟ لا 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 ما خولته أن يختار وزراء إلى بهذه الدرجة روح أنت اختار وزراءك لا أنا أقول ربما تعطيه مساحة أو أعطيك خمسة اسماء وتختار مثلا إذا الخمسة ما وافقت عليهم من حقك ترفضهم كلهم ونجيب لك غيرهم شلون يصير بعد الدلال شيخ محمد هسه هذا الطرح ايه؟ يعني أنا يعني تعرف من 2003 وإلى حد الآن نعم. بالعملية السياسية في كل الانتخابات هذا الطرح أيضا كان موجود في كل الدورات زيان. فأقول مدى الالتزام بهذا العبرة بالخواتيم مثل جدا سيد محمد يعني بهذه تمام إذن إحنا فيما لو إذا أعطي الاختيار إلى المرشح في اختيار وزراء بالتأكيد هو راح يتحمل المسؤولية زين راح يتحمل المسؤولية ولكنه إذا الكتل السياسية شاركته في الرأي فمعناها أنه المسؤولية تضامنية وهذا أعتقد هو هذا اللي راح يصير صحح لي هاي طالما شيخ محمد الكتل السياسية كل الكتل السياسية صحح لي هاي المعلومة لرئيس الوزراء المكلف الشياع حق اختيار وزراءه لكن ليس تكليفهم للوزارات بمعنى أنه أنت ما لك علاقة هاي وزارة الخارجية تروح للكرد لو للسنة ولا لك علاقة بالمالية تروح هذه مو من حقه فقط من حق اختيار الوزير صحح لي المعلومة يعني من باب التوازن من باب التوازن يكاد يكون متفق عليها الوزارات الكردية والوزارات السنية والوزارات الشيعية عددا ومسمى عددا ومسمى يعني لما نقول انه مثلا 6 للمكون السني خلص هذه منتين من عندها هذه لا نقاش مع رئيس الوزراء واضح وعندما نقول 5 الى الكرد مثلا وكذلك للشيعة لا نقاش في العدد واضح وربما واضح حتى في هذه الوزارة او تلك يعني نعم طيب. قد يكون يصبح تغيير بسيط مثلا طيب. يعني مثلا عفوا اعتدنا ان وزارة الدفاع الى السنة ووزارة ال الداخلية راح يختلف الشيعة لو هي نفس العادة نعم لا ما اعتقد ما راح يختلف ما راح جيد خلي أكد لي يا سيد علي سيد الفيلي يعني اعتدنا مثل ما قال الشيخ على أنه هناك وزارات يعني أصبحت ثيمة أنه للمكون الفلاني نقدر اليوم نحكي بوضوح عن الوزارات اللي قد تكون هي من استحقاق المكون الكردي تقدر تعدد لي هذا اصبح عرف سياسي استاذ اياد جيد يعني عرف سياسي مثلا وزاره اما الماليه اما الخارجيه يعني هاي وزارتين سياديتين انتم مش تردون وزارة تشوفون افضل هاي الفتره يعني ايضا تكون الديمقراطي من تشوفون لكم والله احنا ما لا انا خلي اقول لك استاذ اياد يعني الكرد تسنموا الوزارتين الاستاذ بشار زباري كان هم وزير الخارجيه وهم وزير المالية باعتراف الجميع كان أداء بالنسبة كوزير خارجية يعني عاد العراق للحاضنة العربية بالحقيقة وهذا حتى السيد عمر موسى شهد له بهذا الموضوع هذا يعني الخارجية ما صراعة المالية السياسية والتسقيط السياسي والله المالية يعني حاسبوا على كرتات ما تليفونات يعني استاذ اياد يا سيد يعني هذا انا ما شايف وزير المالية ما عنده صلاحيات قالة السيد هوشيار ما تدري يعني تفاصيل كثيرة يعني طلعت في تلك الجلسة لا قصدي ايه؟ لا ما يخالف هسه هذا يعني اما المالية اما الخارجية زين. وزارة الاعمار وزارة العدل يعني هاي الوزارات اللي الخمسة اللي ما جيد أربعة جيد وزارة الاعمار خلينا عندها سيد علي وزارة الاعمار من اولويات السيد الشياع وهكذا يبدو ابلغ تحالف ادارة الدولة انه انا اريد هاي المرة الكهرباء والاعمار نعم. والصحة أن أتبناهن بشكل مباشر أنا من أرشح لها فشلون راح تنحل هاي نعم. أنتوا ترشحون هو يريد يرشح نعم. الرجل يقول لك هاي مسؤولية أنا أتحملها لا هو أي أنا سمعت هذا الكلام واحتمال يعني هو يعوض الكرد بوزارة الصناعة يعني أكو هيك طرح أها
يعني هاي الوزارة مال الصناعة ما لها علاقة بالاستحقاق الكردي، يعني احنا نتكلم عن استحقاق 5 وزارات كردية، هاي تصير 6 لو شنو؟ اي ما يخالف بي 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 لا 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 بدال الاعمار ما يريد ينطيها، يريد هو يشرف عليها بشكل مباشر، يعني هاي الوزارات الخدمية اللي يريد هو يغير يعني شكل الحكومة بها وتكون نتائج زي. الحكومة تكون سريعة بتقديم خدمات او يجيب اشخاص هو يثق بهم ثقة كاملة ومطلقة الرجل من حقه ممكن يحوض الكرد بوزارة الصناعة. اذا اليكتي سيد علي طالب بحصته بوزارة سيادية، انت اليوم تقول حصتنا اما المالية اما الخارج، اذا اليكتي طالب بيها تعترضون على هاي يعني الاستحقاق ان يكون إلى او لا؟ لا ماكو مشكلة استاذ اياد ودعتي ماكو مشكلة، يعني هاي الوزارات انا ما اعتقد الشكل مشكلة. اليكتي هو بعد يعني المؤتمر الصحفي حضرتك والكل شاهده للسيد بافل طلباني بعد اعلان رئيس الجمهورية قال احنا كسرنا شوكة الحزب الديمقراطي وفزنا بمنصب رئيس الجمهورية، إذن هسه يقول لا مو مالي هذا شلون يصير يعني هذا كلام موجود خو اي فهو محسوب عليهم مالتهم اي خلاص بعد يعني اذا كل ساعة هاي مو سياسة تصير يعني جيد اذا كل ساعة تتكلم بكلام في كل موقع حسب ما يصب مصلحتنا لا اكو ناس ترى عقلاء وهم يا سيد علي هم اعتبروها 1-0 حسب اعلامهم كذا فنمشيها 1-0 لليكتي يا استاذ اياد انا اطمئنك يعني فخامة الرئيس مسعود البرزاني متجاوب بشكل والله ما تصير اي مشكلة. الوفد اللي جاء كان سيد محمد الشيع وياهم والاستاذ فالح الفياض والسيد الحلبوسي قعدوا ويا فخامة الرئيس لمسوا منا كل هالثقة وهالجدية وعلى هالاساس اجينا بعد يومين انحلت كل المشاكل. هل فعلا السيد البرزاني بعد هذا الاجتماع اللي تحدثت عنه انت الان كان له اتصال مع السيد الصدر من اجل انه راح نمضي بتشكيل لجلسه ونختار بها الرئيس؟ الاتصالات لم تنقطع مع سماحه السيد مقتدى الصدر، يعني منذ يعني اتصالات مستمره بين فخامه الرئيس مسعود البرزاني وسماحه السيد مقتدى الصدر والقاده الاخرين دائما موجوده، يعني ممكن يعني تم اعلانه في هذا الموضوع وهو احنا التحالف قلت لك يعني انتهى لانه التيار الصدري خرج من الحكومه، ممكن انت يكون عندك انت تحالف انتخابي للانتخابات اخرى مع جهه خارج الحكومه وجهه داخل الحكومه، انا بالعكس اعتبر هاي حاله صحيه تمام. وممكن السياده والحزب الديمقراطي الكردستاني يمثلون وجهه نظر التيار الصدري داخل الحكومه. جيد، خلينا نعود للسيد السوداني. الشيخ محمد يعني يمكن اليوم انت جنابك اطلعت على التغريده للسيد الصدر اللي نشرها العراقي محمد صالح، ايش قد ممكن ما ورد في هذه التغريده من توصيفات للحكومه القادمه ايش قد ممكن تاثر على ادائها وعلى عملها؟ نعم، فقط اريد ان اعرج على موضوع الوزارات الثلاث. يعني اعتقد انه بيها رايين، يعني مره انه مثلا الاعمار الى الكرد، فرئيس الوزراء يختار شخصيه كرديه بدون تدخل الكرد وهذه تحسب على حصتهم، ومره لا قد يكون يختار شخصيه اخرى مناسبه الى الاعمار ما ترى وهذه ما راح يعني. فأقول أنه هذا الرأيين هن المطروحات بما يخص الوزارات الثلاث الذي أراد رئيس الوزراء تبنيها على اعتبار أنه الثلاثة تتعلق بحياة المواطن وفي الخدمات وهو يريد أن يقدم أفضل الخدمات. فإذا الكتل السياسية فعلا عازمة على أن تدعمه يجب أن تنطي مساحة فيما يخص هذه الوزارات في اختيار الشخصيات المناسبة لكي تدار بالمستوى المطلوب. شلون راح يمضي السيد السوداني؟ لا شك السوداني. إن توصيف الحكومة القادمة نعم هو هذا سؤالي بتغريدة السيد الصدر أبقى نعم أي نعم. يعني أنا أعتقد أنه الفرصة الأخيرة للكتل السياسية، الفرصة الأخيرة للعملية السياسية،
طيب أمام الشعب العراقي. وأنت تعرف حضرتك في انتخابات 2018 وفي انتخابات 2021 نعم أنه نسبة عدم المشاركين هم أكثر من 80%، عدم المشاركين نعم أكثر من 80%. ولذلك أقول أنه هذه الحكومة التحدي الخطير الأمامها أنه يكون ترجح هذه الثقة المفقودة بالعملية السياسية وبالسياسيين من خلال محاربة الفساد بالدرجة الأساس، وفي نفس الوقت تقديم الخدمات وتحسين المستوى المعاشي والبطالة المنتشرة، خلق فرص عمل من خلال الاستثمار ودعم القطاع الخاص وإلى آخره. هناك كثير من المنافذ ومن الأمور التي ممكن تبنيها لمعالجة هذه المشاكل التي حالت دون أن يذهب المواطن العراقي إلى صناديق. هذا هو أكبر تحدي، بل وهو أخطر تحدي للحكومة. وأنا أعتقد طيب ومن خلال معرفتي بشخصية رئيس الوزراء الذي هو كان تدرج في الوظيفة منذ كونه رئيس وحدة بسيطة إلى أن وصل إلى وزير قام مقام ومحافظ ومدير عام ووزير وإلى آخره، أنا أعتقد لديه من الخبرة ما يمكنه من إدارة الدولة في هذه المرحلة، إدارة الحكومة في هذه المرحلة بما طيب يتناسب مع هذه التركة الثقيلة. وفي نفس الوقت أنه الانعدام الثقة يضع الكتل السياسية الأخرى أمام المسؤولية في تقديم شخصيات تحظى بأن تقدم شيء وتحظى بموافقة أيضاً رئيس الوزراء، على اعتبار أنه واحد من أهم الشروط التي طرحها طيب أنه يجب أن يوافق عليه رئيس الوزراء ليكون وزيراً للمرحلة القادمة. هم اطلعت هم شفت مرت عليك مسودة البرنامج الحكومي شيخ محمد؟ واضح البرنامج الحكومي نستطيع أن نلخصه في كلمته الأخيرة بعد التكليف. أها حكومة يعني الكلمة الأخيرة، يعني هسه شاهدنا بالموضوع الكلمة الأخيرة جملة من النقاط، هذا شاهدنا؟ تمام. هذه إذا هذا شاهدنا لا واضح نعم تفضل حتى أقول تمام. لك يلا تفضل. أنا أقول إيه ما ورد في كلمته الأخيرة عندما كلف لرئاسة الوزراء هي المحصلة النهائية وهي الخلاصة إلى برنامجه الحكومي. جيد، فإذا سواء كانت على مستوى الداخل أو حتى على مستوى الخارج. فإذا كان شيخ محمد شاهدنا بالموضوع كلمة رئيس الوزراء هي تلخيص لبرنامجه الحكومي، معناته أنه السيد محمد الشياع ليس واردا عنده الذهاب إلى انتخابات مبكرة أو التهيئة لها، لأنه أبدا ما تطرق لهذا الموضوع كما تطرق قبله السيد الكاظم من قال أنا جاي لمهمة إعداد انتخابات مبكرة، فمعناته برنامج الحكومة ما راح يتضمن الحديث عن انتخابات مبكرة. هم لا، تحدث عن الانتخابات المحلية اللي يقصد بها مجالس المحافظات، ايه، وتحدث عن انتخابات النيابية، وتحدث عن قانون انتخابات عن قانون الانتخابات، تحدث ايضا الشفافية ايه التي يجب توفر الشفافية فيه. طيب، اذن هي اشارة واضحة، وانا يعني في صدد هذا الموضوع لرؤيتي الخاصه، انا ما اعرف يعني ماذا رؤيتي الخاصه، انه احنا شنو نريده من الانتخابات المبكره. نريد نصحح مسار العمليه السياسيه، ونريد ان نشكل حكومه خدميه. اقول اذا هذه الحكومه استطاعت ان تقدم شيء واستطاعت ان تعالج هذه التركه والخدمات والمستوى المعاشي والبطاله، فإذا إحنا بهالحالة نحتاج أن نروح نذهب إلى انتخابات مبكرة. هسه هذا رأي شخصي، أنا ما أعرف يعني البرنامج الحكومي، حتى ينتقل سيد محمد، البرنامج الحكومي سيتضمن الإشارة إلى موضوعة الانتخابات المبكرة، نعم أو لا؟ هو أشار واضح بالكلمة مالته، أشار الانتخابات المحلية والنيابية وقانون الانتخابات، وهذا واضح. جيد جي، خلينا ننتقل للسيد الفيلي. سيد علي، يعني السيد محمد الشياع زار الإقليم، وتحدثتم أو نقلتم على أن الزيارة كانت إيجابية، زيارة السيد الشياع، بالتالي يعني بماذا تعهد السيد الشياع لإقليم كردستان للحقوق الكردية، سيما ما يتعلق بقانون النفط والغاز؟ شنو تعهد لكم؟
استاذ عياد انت ليش تستخدم يعني الاعلام يستخدم فد كلمات عجيب يعني الطرف الاخر ممكن هذا مو تعهد اسمح لي لا اعيد صياغه السؤال الرجل لا اسمح لي انا اقول لك الرجل يحمل يعني رؤيه واضحه لكيفيه معالجه المشاكل يعني احنا من نقول تعهد راسا الطرف الاخر يقول راح تنازل لاقليم كردستان ووقع لهم على بياضوي يعني يصير عنده رؤية الرجل هو ماكو شيء شنو رؤيته فيما يتعلق بقانون النفط رؤية واضحة انا ساقول ايه اسمح لي هو الرجل يعتبر قانون النفط والغاز او المادة 140 او المشاكل مع اقليم كردستان لا تقل اهمية عن مشكلة الكهرباء والمياه والخدمات للمواطن لان هذه المشاكل تتعلق بخمسة مليون مواطن عراقي في اقليم كردستان اذا حل هاي المشاكل المزمنة اللي عجزت كل الحكومات السابقة على حلها على اساس الدستور والعدل والانصاف فهذا يحسب للرجل يعني ليش احنا نجي نثير ونقول جت عهد لا الرجل عنده رؤية واضحة وانا كان عندي قبل يوما البارحة او اوت البارحة ايضا برنامج ويا الشيخ على قناة اخرى أيه؟ بس مع الاسف المناشدة جت بالاخير انا اناشد السيد محمد شيع السوداني أيه؟ ونتمنى له انا شخصا والاجواء هنا داخل المسؤولين يتمنون الموفقية ان لا يستمع الى بعض الذين اوهموا الرؤساء الوزراء السابقين وجعلوا العلاقة بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية تنبني على معلومات خاطئة ترى هاي المعلومات الخاطئة هي من تؤثر في القرارات الخاطئة يعني أنا أجيب لك مثل أستاذ عياد تفضل. واحد من يجي يقول له هيك نفط كردستان وهيك أخذ وكذا وهو ما يقول له الرجل ممكن كثرة المشاغل أو اختصاصه مو نفط ما يقول له ترى يابا استخراج برميل النفط من البصرة يكلف $5 بس استخراج برميل النفط من كردستان لنتيجة الطبيعة والصخور وكذا طبيعة الأرض يكلف $20 فهاي على سبيل المثال هذا ينورون الرجل مثل هاي المعطيات أكو أيضا معطيات أخرى تتحدث على أنه الإقليم لم يسلم ولا سعر برميل نفط واحد إلى الحكومة الاتحادية تتكلم عن أن الإقليم يمتنع عن كشف اسمع لي اسمع لي اي هسه خلي اقول لك اياه وانت تقراه من هالشكل زين انا هسه اعطيك اياه بشيء بسيط يعني ومستعد يعني بصراحه انا اريد اوصل الحقيقه للشعب العراقي وللطبقه السياسيه اللي دائما يعني تتوهم في هذه الامور هذا يقول لك ما سلم لا هذا خطا حصه الاقليم من الموازنه 10 تريليون و600 مليار يعني حسب الاتفاق الإدارة المالية على أساس هاي حكومة السيد الكاظمي تسلم كل شهر 200 مليار هذا كله بالسنة يسوي 2 تريليون و400 مليار زين. أيضا ما تبقى في ذمة الحكومة الاتحادية 8 تريليون و200 مليار هذا يستقطع مقابل 250 ألف برميل يوميا يعني أنت ليش تقول لي ما يسلم الفلوس مدة تستقطعوها من حصة من الموازنة احنا خلينا نتكلم بهذا الكلام المنطقي طيب. حتى مو نوهم الشعب العراقي ويقومون على الرجل والله ينطي اكثر من حق اقليم كردستان واكثر واضح. لا انا اقول لك والله واضح. كل رؤساء الوزراء السابقين فشلوا لاعتمادهم على كلام بعض المغرضين من ابناء شعبنا يروحون البغداد هم يا سيد باشا يجون يقعدون معكم بشكل مباشر الكاظمي زار الاقليم جلس بشكل مباشر قبله عبد المهدي قبله السيد العبادي كان عندكم تواصل مباشر وياه قضيه مو قضيه نقل معلومه خاطئه قضيه هي النوايا النوايا صادقه عند السيد الشيع تعليق خلي اسمع لا لا تعليق لا السيد الشيع وارجع لا لك لا لا اسمع عفوا سيد محمد الصيهود بس اقول لك النقطه واحده ايه يلا تفضل سيد الصيهود شنو كان تعليق جنابك يعني أعتقد هذا الملف مهم جدا طيب الـ 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 الأخ محمد شياع السوداني تطرق إلى هذا الموضوع في كلمته الأخيرة وتحدث عن المشاكل
العالقة بين الإقليم والمركز، ويجب أن تحل هذه المشاكل. وطبعا تحل المشاكل وفق الدستور وفق القوانين العراقية. والقضية يعني مو قضية أنه نقل فلان ونقل فلان، ولا القضية قضية أنه سعر الاستخراج 20 هنا وخمسة بالبصرة، لا مو هذه القضية. يعني القضية زين. أنا من أريد أسلمك فلوس كون أنت مقابلها النفط تطيني إياها، واللي جاي يصير لا مو هو هذا، يعني اللي جاي يصير غير شكل. يعني مثلا تقرير الرقابة المالية أنه الحكومة المركزية تطلب الإقليم أكثر من 128 مليار دولار نتيجة لتصدير النفط دون العودة للحكومة المركزية. ولو كان مثل ما يتفضل الأخ علي أنه ماكو مشكلة في هذا المجال، ما قررت المحكمة الاتحادية مؤخرا أنه يجب أن يسلم نفط الإقليم إلى الحكومة والاعتراضات. فإذن المشكلة الحل لهذا الموضوع، الحال أولا قانون النفط والغاز، هذا مهم جدا ويجب إقراره. مع العلم أنه هذا القانون موجود في اللجنة من 2006 وإلى حد الآن لم يشرع بسبب هذه المشاكل. فحل المشكلة هي في تشريع هذا القانون أولا، حل المشكلة هو في الرجوع للدستور. هم مع هذا القضية نهارا جهارا يصيحون عن شرعوا القانون، صوتوا على القانون، يعني ما هم اللي مانعين بطرح القانون للتصويت؟ لا عزيزي لا، يعني انا عضو مجلس نواب واعرف هذه المواضيع، ان هذا القانون موجود من 2006. من اللي يمنع التصويت عليه شيخ محمد؟ لم يشرع الى حد الان، هو اصلا لم يقرا قراءه ولا قراءه اولى حتى يصوت عليه، يعني نعم. اصلا ما ينطرح في جدول الاعمال يعني بسبب هذه المشاكل. فمشاكل من الكورد هو الرجوع للدستور، الدستور. خلي اسمع تعليق السيد طبعا الفيلي. مشاكل من الكرد لانه انتم اللي تعترضون على اقرار قانون النفط والغاز. لا لا علي. بالعكس هسه تم انا اقول لك هاي المعلومه، هسه هاي اقول لك هاي المعلومه، تم الاتفاق على ان يتم تشريع هذا القانون في مجلس النواب العراقي اقصى مده بعد 6 أشهر من تشكيل الحكومه، يعني خلص هذا اتفقنا عليه. زين. واحنا هذا القانون في هو مثل ما تفضل الشيخ، هو يوضح كل الامور وبعد نختم كل هذا الجدل الدائر حول الطاقه بشكل عام، النفط والغاز والمسائل الاخرى. لكن هناك اراده كانت تعطل هذا القانون، لو يسمح لي الشيخ، كان لان هذا القانون ما يتعلق فقط باقليم كردستان، المحافظات النفطيه الاخرى، فدائما المركز يخشى بان يعني هذه المحافظات تاخذ استقلاليه اقتصاديه يعني من عدا الاقليم، البصره وميسان ووسط النجف، يعني كل المناطق النفطيه. فلهذا كانت اكو اراده، لكن حاليا تم الاتفاق بانه اقصى حد 6 أشهر بعد تشكيل الحكومه يشرع هذا القانون في مجلس النواب. اها على السيد علي الفيلي القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، شكرا جزيلا لانضمامك معنا، كذلك الشكر لك. اليوم سويتني قيادي يا شو، اليوم سويتني قيادي عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ما ادري مو الشباب كاتبي انا حكيته مثل ما مكتوبه. طيب انا اشكرك سيد علي الفيلي، ان شاء الله تصير قيادي ان شاء الله. ان شاء الله تصير قيادي. السيد الصيهود ايضا لك الشكر، النائب عن دولة القانون، ولكم مشاهدينا الكرام الشكر والتقدير والاحترام. نلتقيكم غدا بإذن الله تعالى، في أمان الله.